بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ شابتر 4 اللي هو البيور بيندينج، ونشوف هو هيدينا في الآخر إزاي هيدينا نورمال ستريس ونتعرف عليه والسترين بتاعه. فمبدئيا زي ما ظهر في الصورة عندنا هو إن في ستريت بيم، ولما أثرنا عليه بمومنت عند الأطراف الطرف اليمين والطرف الشمال حصل له تقوس بالشكل دوت. هنعرف تفاصيل الكلام ده كله بعد شويه. طيب في الشيت ده هنغطي حاجه اسمها البيور بند، هنعرفه هو انواع مختلفه من اللود وسيمتريك ممبر ان بيور بندنج وبندنج ديفورميشن وسترين ديو تو بندنج وبيم سيكشن بروبرتيز بروبرتيز اوف امريكان ستاندرد شيب ديفورميشن ان ترانزفيرس كروس سيكشن في اكزامبل، والستريس كونسنتريشن هنتعرف عليه والاكسنتريك لود، وبعد كده هنخش الانسيمتريك بيندنج والجنرال كيس اوف اكسنتريك اكسيال لود. وده طبعا صوره للستيل ستراكشر اللي موجوده عندنا، القطعات اللي استخدمناها في بناء المنشات السريعه. البيور بيندنج زي ما احنا شايفين في الصوره كده، الراجل اللي بيعمل حمل اثقال ده ممكن نعتبره سيمبل سبورت بيم، في لود على اليمين ولود على الشمال، ودراعاته هي دي اللي نعتبرها عباره عن سيمبل سبورت بيم. واضح قوي ان اللود اللي هنا واللود اللي هنا كل واحد منهم هيأثر بالشكل دوت، ممكن يعمل لك فري بادي جرام بالشكل دوت كده، يبقى ده عباره عن اللود واللود، ولازم الراجل يأثر باتنين فورس تساويهم عشان تخليه تعمل عمليه ستاتيك ستاتيك اتزان استاتيكي. فهنلاقي ان الفورس 800 دي اتنقل عند النقطه دي، الفورس مع الفورس تروح ودي، بس المومنت دي فورس تعمل عزم ب 120 عباره عن 400 في 300. وبعد شويه ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل حاجه اسمها نرسم حاجه الشير دايجرام، ومنه طبعا الشير دايجرام واضح قوي ان المنطقه دي طبعا منطقه عندي دراع ايدي اليمين وايدي الشمال في عندها زيرو شير زيرو شير فورس، هو ده اللي نقدر نسميه المنطقه اللي فيها زيرو شير فورس نقدر نسميها بيور مومنت. يعني في من اول لو جينا نجيب الانترنال ستريس ما بين نقطه سي ودي هنلاقي ان المنطقه دي ما فيهاش فيها غير مومنت بس، مش هنلاقي ليها ولا اكسيال لود ولا ترانسفيرس لود، في المنطقه من اول سي لدي المنطقه خاضعه لبيور مومنت لبيور مومنت لبيور بيندنج. والشكل اللي قدامنا الصوره ده ممكن تكافئها حاجه بالشكل ده كده، لو عندنا سيمبل سبورت بيم في سبورت في البدايه وسبورت هنا وفي عليه لود بالشكل ده كده، فنقدر نجيب الرياكشن هنا الفورس بي هتساوي الفورس بي والفورس بي هتساوي الفورس بي. فنقول بقى لو عملنا حاول نرسم حاجه اسمها الشير فورس دايجرام، نلاقي فورس طالعه كده اللي هنتعلم بعد كده، وده البيندنج مومنت دايجرام برضه هنتعلمه. فالمنطقه دي البيندنج مومنت دايجرام كونستانت، وفي المنطقه دي الترانسفيرس لود عباره عن زيرو، فده بنقدر نسميها منطقه فيها بيور بيور بيندنج بيور بيندنج. يبقى احنا حالتنا الشابتر كله بيهتم بان احنا يكون عندنا بيم عليه بيور بيندنج، ونشوف النورمال ستريس اللي هيتولد منه عامل ازاي. طيب في حالات بقى عندنا بيبقى احنا خدنا في شابتر 1 ان بيبقى عندنا اكسل لود، الاكسل لود دوت بيبقى بيمر بالسنترود بتاع الكروس سكشن اريا فبيعمل نورمال ستريس ويبقى كونستانت يونيفورم. انما في حاله زي اللي عندنا دي كده الفكين دول عليهم لود ب 600، فلو جينا نجيب الانترنال ستريسز الموجوده عند الكروس سكشن سي سي واضح طبعا الفورس ما بتمرش بالسنترويد بتاع الاريا اللي موجوده هنا، فالفورس اللي عندنا دي هتولد اكسل لود وكابل. لو حبينا ننقل الفورس عشان نعمل اتزان هنا فليها تبقى بالشكل ده كده، يبقى الفورس دي عشان تتزن بفورس طالع وفورس نازله، والفورس دي لازم تعمل عزم عكس عقارب الساعه، يبقى لازم يبقى في انترنال فورس هنا عزم مع عقارب الساعه، قيمه العزم طبعا بتساوي قيمه الفورس في المسافه دي اللي هي ب 72 نيوتن متر. يبقى الانترنال ستريسز هنا لو عندنا فورس اكسنتريك لود فهي عند كروس سكشن اريا لما تمر الجونسون بتاعه تعمل نورمال ستريس، لان في فورس عمودي على الاريا وفي مومنت كمان انترنال مومنت، طبعا الانترنال مومنت ده هيعمل نورمال ستريس هنشوف دلوقتي. طيب وحاله ثانيه لو عندنا بيم بالشكل ده فيكس سبورت بيم عليه فورس بالشكل ده كده، فالفورس دي لو جينا عملنا عند السكشن سي سي وعملنا اتزان عشان نجيبها هنلاقي ان في شير فورس موجوده هنا وفي مومنت برضو موجود هنا، يبقى الاكسنتريك لود بتعمل نوعين من اللود عندنا، بتولد اكسيال لود وكابل، والترانسفيرس فورس برضو ترانسفيرس لودنج بتعمل مومنت وترانسفيرس فورس بالشكل اللي عندنا ده. طبعا احنا ممكن تاثير الاثنين دول مع بعض لو اتوجدوا في نفس المساله ممكن عن طريق السوبر بوزيشن نجمع ما بينهم، لان احنا عندنا الحاله في السوبر بوزيشن نورمال ستريس due to pure bending may be combined with normal stress due to axial load. يعني معنى النهارده هنتعلم ازاي نجمع الاسترس اللي جاي من normal stress من normal force والاسترس اللي جاي من bending moment، وكمان الشير اللي جاي من الشير الترانسفيرس فورس هنا
ازاي بيقول لي تشيل على السطح بتاعنا نقدر نحط عشان نحطه في الشكل العام، لو عندنا ليميت ازاي نحط النورمال ستريس عليه ونشيل ستريس عليه. طيب هنفترض هنا عندنا ان احنا عندنا سيمتريك ممبر بالشكل اللي عندنا دوت، متماثل حوالين البلان اللي هو الرمادي دوت اللي فيه مومنت، وفي مومنت بيأثر بدايته وفي مومنت بيأثر في نهايته. طبعا البلان دوت ممكن نسميه البلان اللي هو اسمه اكس واي، يبقى البيم بتاعنا متماثل حوالين البلان اللي اسمه اكس واي، وفي مومنت ام دوت. المومنت لما نلاقي ان الكوس بتاع المومنت ده موجود في المستوى اللي اسمه اكس واي يبقى ده اسمه مومنت ام زد. طبعا احنا ما بنكتبوش لان هو بعد كده لما بنجيبه في 2 دايمنشن يبقى ام زد على طول. يبقى المومنت يا جماعه اللي بيبقى موجود في البلان اللي موازي للمستوى اكس واي هو ده المومنت اللي اسمه ام زد. فموجود عندنا مومنت بالشكل اللي عندنا ده كده، فاكيد المومنت ده لو خدنا انترنال سيكشن عند نقطه سي، فلازم المومنت اللي هنا ده كان المومنت على اليمين بيتزن مع المومنت على الشمال، فلو قطعنا في اي حته لازم المومنت الانترنال ده اللي هو مثلا ما بين نقطه A ونقطه C، لو في هنا مومنت M ونقطه وهنا مومنت تاني لازم في مومنت يتزن معا، كان ده مع عقارب الساعه وده عكس عقارب الساعه. واحنا دايما هناخد من هنا ورايح نفرض المومنت بتاعنا موجب في حاله ان هو بيكون بيعمل على السطح اللي فوق كومبريشن والسطح اللي تحت تنشن. واضح قوي ان البيننج بالشكل ده يعمل على السطح اللي فوق كومبريشن ويعمل على السطح اللي تحت تنشن، سواء من على ناحيه اليمين او من ناحيه اليسار. يبقى المومنت بتاعنا الموجب هو المومنت بيعمل على السطح العلوي كومبريشن ويعمل على السطح السفلي تنشن. خلاص، فبنقول ان المومنت اللي عندنا ده هيولد انترنال ستريسز. فواضح طبعا الاليمنت اللي عندنا ده اكيد في فورس عموديه عليه اللي هو سيجما اكس في الدلتا اي، وفي فورس ثانيه عباره عن شير في الاتجاه ده تاو اكس واي، في شير ثاني اسمه تاو اكس زد. المفروض ان ده، لان انا عارف ان ده مش عليه غير بيور مومنت، فانا واثق ان بعد شويه لو عملنا اتزان استاتيكي بالنسبه للمومنت اللي بيأثر عندنا، المفروض ان كل محصلات الاستريس اللي عندنا تكون بتساوي صفر غير واحد بس، هو الاستريس اللي في اتجاه محور اكس، الاستريس لان هو جاي ده، لان اي اليمنت موجود على السطح ده بيحصل له تنشن كومبريشن بس ما بيحصل له شير عندنا. المهم يعني هو وصل للعلاقه دي ان المومنت حوالين محور زد اللي احنا بنتكلم عليه، المومنت اللي احنا اثرنا بيه عباره عن تكامل لو اي ماينس واي سيجما دي اي بيساوي المومنت عندنا، قيمه المومنت عندنا. طيب ده شكل البيم بتاعنا قبل ما يحصل له عمليه الديفورميشن. في بعض الاسامبشن احنا بنرفضها لاي بيم عندنا بيحصل له بيندنج، فبنقول ان البيم بتاعنا دوت ده شكله الستريت قبل ما يحصل له ديفورميشن، هو سيمتري زي ما احنا شايفين اهو حوالين المستوى اللي اسمه اكس واي. فنقول لما حصل له ديفورميشن بشكل واضح فعلا ان السطح اللي فوق حصل له كومبريشن فحصل له كونتراكشن، هينضغط هيقل الطول بتاعه، والسطح اللي فوق هيحصل له تنشن يبقى يحصل له اكستراكشن. فبنقول اول حاجه بنفرضها ان البيم بتاعنا قبل ديفورميشن بعد ديفورميشن بيقول زي ممبر ريمين سيمتريك، يبقى اول حاجه دي اول فرضيه بنعتبره سيمتريك. البندز يونيفورمي تو فورم ا سيركل اي، يعني بقول بقى البيم بتاعنا بعد ما حصل له ديفورميشن او تشكيل بنفترض ده فرضيه ان هو بيتحول الى كوس من دايره، بيتحول الى كوس من دايره ولها نص قطر، هنعرف نجيبه ازاي كمان شويه. دي فرضيه ثانيه. ونقول ذا كروس سكشن اريا بلان باس ثرو ذا سنتر اوف ذا ريمين بلان، يعني بنقول ان كل النقاط دي كل البلان ده اللي على الخط الرأسي دوت بينطبق كلهم بيمتدوا يتلاقوا عند نقطه سي، كلهم بيمتدوا يتلاقوا على الخط ده يتلاقوا عند نقطه سي، بدايته ونهايته اي خط من المايلين دول امتداده يتلاقوا عند نقطه سي. ده فرضيه احنا بنفرضها، طبعا ده الفرونت فيو وده التوب فيو بتاعنا. وبنقول اهو ان اللينس اوف ذا توب ديكريز، يعني اي طول كان تحت على البيم اي خط على السطح من فوق بيحصل له ديكريز، اند ذا لينس اوف ذا بوتوم انكريز، واي خط تحت موجود تحت بيحصل له استطال. وده كله فوق وتحت دي هنعرف حاجه اسمها دلوقتي اسمها نيوترال اكسيز، هي دي اللي بنتكلم عليها فوق وتحت اللي هو الاكسيز اللي بيمر بالسنترويد بتاع الاريا بتاعتنا. يعني انا كان نلاقي ان اي بي اقل من اي بي داش، خلاص لان فعلا ده صغر وده كبر، انما القيمه في الاول كانت قيمه وثابته فوق وتحت، فلما حصل المومنت عمل اي بي حلها استطاله وصلت لاي داش بي داش وانضغطت لفوق بقت اسمها بي اي بي من موجوده عندنا. طيب ده نيوترال اكسيز ماست اكزيست ذات از بارل تو ذا ابر اند لور سيرفيس فور ويتش ذا لينس دازنت تشينج، يعني بنقول بقى النيوترال اكسيز هو المكان اللي بيبقى عليه نور زيرو ستريس، بيبقى عليه زيرو ستريس وفعلا ما بيحصلوش تغير في الطول بتاعه، لانه عند طبعا احنا بنقول ان التغير في الخط اللي اسمه اي بي الخط اللي اسمه اي داش بي داش ده حصل لهم تغير لانهم عندهم ستريس موجود، هو ده اللي خلاه ده ستريس ده تنشن فهو بيستطيل، لو كومبريشن
فهو بينضغط. طب لو في نقطة معينة الاستريس عندها بصفر، هل المنطق انها تستطيل او تنضغط او تقل الطول بتاعها يقل او يزيد؟ لا، فهو ده تعريف النيوترال اكسيز، هو الاكسيز اللي بيبقى عليه زيرو ستريس. فبنقول نفترض فيه ان طول الخط قبل وبعد الاستريس بيكون طوله ثابت، ما بيحصلوش اي تغير. بنقول دلوقتي احنا عارفين من قبل كده الاستريس والسترين امتى يكون نيجاتيف وامتى يكون بوزيتيف. فنقول لو الاستريس اند سترين ار نيجاتيف في حاله الكومبريشن الكومبريسيف واباف على السطح اللي فوق يعني، اند ذا نيوترال بلين ار بوزيتيف انتنشن اند ذا ناتشورال نيوترال بلين اند بوزيتيف تنشن بلو ات، يعني تحت اباف ذا نيوترال بلين. يعني نقول الاستريس اند سترين ار نيجاتيف اباف ذا نيوترال بلين، يعني لما نعرف نحدد فين النيوترال بلين بتاعنا اللي هم بيمروا بالسنترول بتاع الاريا بتاعتنا، كل النقاط اللي فوق بيحصل لها كومبريسيف، يعني بيحصل لها الاستريس والسترين فيها بيبقى نيجاتيف، وكل النقاط اللي تحت النيوترال اكسيس بيحصل لها استطاله، فكل النقاط موجوده عليها بيبقى عليها تنشن وعليها قيمه سترين بوزيتيف. طيب لو فرضنا ان البيم بتاعنا زي ما احنا شايفينه بالشكل ده كده، هو عباره عن البيم اللي اسمه اي بي ده، ودي الاكسيس بتاعتنا. فبنقول اهو نتيجه المومنت اللي عندنا ده بيحصل ان المومنت ده اللي هو عند راس السهم اللي هو في ده، لو افترضنا ان الاريا بتاعتنا ما كانتش منتظمه يعني بالشكل ده، فارس السنترويد موجود تحت، فكل المنطقه اللي ده لو ده النيوترال اكسيس بتاعنا اللي بيمر بالسنترويد، فكل النقاط اللي فوق بيحصل عليها ستريس، وكل ما نبعد عن النقطه دي عن النيوترال اكسيس قيمه الستريس يعني تبدا من عند صفر وتزيد لينير وتزيد لين لحد ما توصل فين ماكسيمم فوق، برده نفس الكلام وتنزل هنا ماكسيمم، بس اللي فوق ده طبعا كله عباره عن كومبريشن واللي تحت ده عباره عن تنشن. فده شامل، ولو نيجي نحاول نطبعها على المومنت، فبنقول ان اللي عند راس الكوز بتاعنا هو ده بيبقى كومبريشن، واللي عند الديل بتاعنا بيبقى تنشن. الديل بشد ده والراس بيضغط على اللي فوق هنا كده. ده شكل من الاشكال اللي ممكن بيها نعرف تنشن وكومبريشن ازاي وقيمه الاستريس والسترين. خلاص. طيب شكل تاني اللي هو ده لما نقول لو المومنت بتاعنا ده اهو، يبقى المومنت ده يا جماعه لما كان بيعمل راس السمكه فوق فبتضغط فوق. طب لو المومنت بتاعنا في الاتجاه ده فبيضغط العكس، فهتلاقي ان كومبريشن تحت وتنشن فوق. الحاله دي بنسميها بوزيتيف مومنت، والحاله دي بنسميها نيجاتيف مومنت. ليه؟ يبقى البوزيتيف مومنت والنيجاتيف مومنت بنحددها عن طريق الابر نيوترال اكسيس واللور نيوترال اكسيس. لو الابر نيوترال اكسيس بيحصل عليه كومبريشن يبقى ده مومنت موجب، لو ابر نيوترال اكسيس بيحصل عليه تنشن يبقى ده مومنت سالب. يبقى ده بنحدده المومنت سواء من على اليمين هيبقى على اليمين نقدر نطبقه على اليمين، نقدر نطبقه على الشمال عندنا، مفيش اي مشكله، اصل الاثنين زي بعض بالظبط. واضح قوي ان المومنت اللي هو ام وام ده عباره عن مومنت موجود في المستوى اللي اسمه اكس واي، فده مومنت موجود الكوس بتاعه موجود في المستوى اللي اسمه اكس واي، فهو عباره عن ام زد. ممكن نشيل الام دي ونكتبها الصح بتاعها نكتبه ام زد لو احنا نحب يعني، بس ادام احنا بنتكلم على تو دايمنشن هنجيب له الفرونت فيو ونشتغل عليه، مفيش غير مومنت في بلان واحد، فهو عباره عن ام زد على طول. ودي ده المومنت امتى يكون موجب وامتى يكون سالب. مش يبقى ده الموجب بتاعنا عشان بيحصل فوق كومبريشن وتحت تنشن، وهنا المومنت ده سالب لانه بيعمل فوق تنشن وتحت كومبريشن. وده باختصار يعني الشكل عندنا هو، لو في الحاله اللي عندنا دي لو هو مومنت اهو ده كومبريشن فوق تنشن، ده شكل من الاشكال، وده بنسميه تنسايل ستريس وده بنسميه كومبريسيف ستريس تحت اهو. العكس يعني، هنا كومبريسيف وهنا تنسايل، هنا كومبريسيف وهنا تنسايل بيتعكسوا. الحاله دي بنسميها نيجاتيف بيندنج مومنت، وحاجه دي بنسميها بوزيتيف بيندنج مومنت بالشكل تاني موجود عندنا لاي المنت سواء من على اليمين او من على اليسار. نحط المومنت على اليمين او اليسار، الاثنين دول على اليسار والاثنين دول على اليمين، الاثنين بيأدوا نفس الوظيفه. طيب ده شكل الاستريس في 2 دايمنشن، انما في 3 دايمنشن هو مش الاستريس هنا بس، الاستريس على كل النقاط اللي موجوده هنا. يعني الاستريس على كل النقاط اللي موجوده عندنا على السطح اللي فوق ده كده، كل النقاط دي ليها نفس قيمه الاستريس اللي موجوده عندنا، ليها نفس قيمه الاستريس، وتبدا تنزل لينير لحد ما توصل عند النيوترال اكسيس، وبعد كده توصل لصفر، وبعدين ترجع. يبقى كل النقاط اللي موجوده فوق دي، كل النقاط اللي موجوده فوق دي عباره ليها نفس قيمه الاستريس وكمبريشن، ونفس الكلام كل نفس النقاط اللي تحت دي موجوده عليها نورمال ستريس وتنشن وكلهم نفس القيمه. خلاص، يبقى كل النقاط اللي لها نفس البعد عن محور زد دوت، فاعرف ان الاسترس عليها بيكون ثابت لنفس الخط ده، لنفس الخط ده. طيب يبقى ده في 3 دايمنشن. طيب ولو ده اللي ده طبعا كان الحاله اللي هو لما يبقى عندنا كروس سيكشن عباره عن مستطيل. طب لو عباره عن دايره نفس الكلام، لو المومنت بتاعنا عباره عن ام زد، فكل النقاط اللي موجوده فوق عباره عن ليها الاسترس عالي جدا كومبريشن، واللي تحت عليها تنشن. كل ما بنقرب من الاكسيس دوت اللي هو النيوترال اكسيس بتقل لحد ما توصل لصفر،
يبقى الجاك لو عندنا كروس سكشن يبقى عباره عن ريكتانجل كروس سكشن اريا او سيركلر كروس سكشن اريا. ده برضو حال لو انت بتبص على الشفط بتاعك من على اليمين او بتبص على اليمين يسار، الاثنين نفس الفكره، مفيش اي اختلاف. وده اتجاه لو جبنا اليمنت بار، ده اتجاه الاسترس اللي موجود عليه. وده برضو بيديك بقى بيختصر اللي هو الموضوع الاسترس والسترين ازاي بيظبط النيجاتيف. او نقول اكيد ده لو كومبريشن يبقى بيعمل ايه؟ بيقلل من الطول بتاعه ابسلون، الابسلون في اتجاه الاكس عباره عن كومبريشن لان الطول بتاعه بيقل، يعني ده هيقل وده عليه تنشن فالطول بتاعه هيزيد، فبنسميه النورمال سترين بروفايل، يعني البروفايل بتاع الاسترس والسترين شكلهم بيبقى عامل ازاي؟ ستريس والسترين شكلهم بيكون موجود ازاي؟ طيب على دلوقتي عاوزين نحسب الاسترين ديو تو بيندنج. احنا اتفقنا من الاول ان البيم بتاعنا احنا عارفين النيوترال اكسس، ده طبعا السايد فيو بتاعنا، ده النيوترال اكسس بتاعنا عند اللي هو محور زد، بمر بنقطه تقول هو عند السنتروي، يبقى الاريا دي الاول لازم نعرف السنتروي بتاعها فين، ولازم نقول ان النيوترال اكسس بمر بالاكسس بتاع السنتروي بتاعنا. فبنقول اول فرضيه احنا قلنا البيم ده بعد ما يحصل له عمليه انحناء هيوصل على عباره عن شكل من شكل منكوس، فبنقول ان الطول الاصلي اللي هو الخط من اول دي ال اي طوله قبل قبل يحصل له ديفورميشن كان طوله ال، بعد ما يحصل له ديفورميشن هيفضل له نفس الطول بس هيبقى عباره عن فانكشن في الار. يبقى البيم بتاعنا بعد ما حصل له ديفليكشن بقى كوس من دايره نص قطرها ار، رو نسميه رو اللي هو ريدس اوف كيرفيتشر عندنا، رو دوت عباره عن المنطقه من عند السنترول بتاعه الدايره اللي البيم هيشكل جزء منها لحد نيوترال اكسيز. يبقى احنا نقول اهو ان الرو من اول نقطه سي لحد نقطه دي، يبقى الرو يا جماعه عندنا من اول نقطه سي برضه لحد نقطه اي اللي هو ده، من اول هنا من اول سي لحد او هو ده الرو بتاعنا، هو موجود بره الرو هو ده الرو. طيب فبيقول لك ان النيوترال اكسيز ده قبل وبعد الديفورميشن ما حصلوش اي تغير خالص في الطول بتاعه، خلاص كده القانون بيقول لك اهو. يبقى ال اللي بتاعنا طول البيم عباره عن رو في سي، نقدر نطلع منه ان طول البيم الاصلي اللي هو قبل ما حصل له فيش اسمه ال، بعد ما حصل له فيش يبقى ار في سي، ار في سي. طيب عند اي سيكشن ثاني غير النيوترال اكسس بقى، طلعنا فوق النيوترال اكسس شويه او نزلنا تحت، يعني طلعنا عن النيوترال اكسس بمسافه اسمها واي، طبعا المحور بتاعنا واي هو راسي لفوق ده اهم حاجه، واي راسي بيطلع عند صندر وراسي لفوق. فلو طلعنا عند اي سيكشن فوق شويه يبعد عن النيوترال اكسس بمسافه، طبعا نقطه سي دي يا شباب دي بنقول ايه اللي هو بعد النقطه اللي على السطح اللي فوق الاوفر سيرفيس، بعد النقاط اللي على الاوفر سيرفيس اللي فوق اللي هي نقطه مسافه نسميها سي. طيب ونقول لو بقى عند اي انذر سيكشن كده على بعد اسمه واي من هنا كده، فنقول ان طوله بعد ما حصل له ديفورميشن مش هيفضل زي ما هو، لان ده كل السطح في النيوترال اكسس حصل له كومبريشن فالطول بتاعه بيقل شويه، فنقول ان الطول الاصلي الجديد اللي اسمه ال داش عباره عن اهو نص قطر بتاعنا، لو مثلا عند نقطه كي نص قطر بتاعنا بقى اسمه رو ماينس واي، لان الحته دي سميناها واي اهي، فنقول ان رو ماينس واي في سيتا بيساوي ال داش. وطبعا لازم نعرف ان ال داش هيكون اقل من ال، لان كل الاسطح اللي فوق النيوترال اكسيس حصل لها كومبريشن فالطول بتاعها هيقل عندنا، فنقدر نعرف التغير في الطول الاصلي قبل الانحناء وقبل الانحناء وبعد الانحناء اللي هو قيمه الدلتا اللي هو الالونجيشن بتاعتنا او الكونتراكشن، هي عباره عن ال داش ناقص ال يبقى الرو ماينس واي في سيتا، المعادلتين اللي فوق دول طلع ان الدلتا عباره عن ماينس واي في سيتا، ماينس واي في سيتا. طيب من احنا كنا عارفين الاسترين في اتجاه المحور اكس بتاعنا كان عباره عن الدلتا في ال، الدلتا احنا جبناها من شويه والال الاصل احنا عارفينه من شويه، فنقدر نلاقي ان الابسلون اكس عباره عن ماينس واي في رو. طيب عند ان واي هنا بيساوي سيتا يعني فوق على الطب اللي فوق، اكيد الطب اللي فوق ده كل ما بنبعد عن نيوترال اكسيس قيمه الاسترين بتزيد، معنى كده قيمه الاسترس بتزيد، يبقى عند واي بتساوي سي هنلاقي ان الابسلون اكس دي بقت بتساوي الابسلون ماكسيموم اقصى قيمه لها. انا عوضها في المعادله دي عند واي بتساوي سي هنلاقي ان الرو بيساوي سي على ابسلون ماكسيموم، يبقى الرو ريدس اوف كيرفيتشر لو هو طلب منك تحدد ريدس اوف كيرفيتشر يبقى الرو عندنا عباره عن السي على الابسلون ماكسيموم. يبقى ده قانون لازم نبقى عارفينه، يبقى الابسلون ماكسيموم عباره عن السي، السي على الرو. طب مين السي؟ هو بعد ابعد نقطه ما بين السنترويد والنيوترال اكسيس، ابعد ما بين السطح البيم والنيوترال اكسيس بتاع البعد النقطه الكبيره دي، خلاص. طيب منها عند اي لوكيشن بقى ات اني بوقات اني لوكيشن ابسلون اكس، لو عايزين ابسلون اكس عند قيمه الاسترين عند نقطه عباره عن ماينس واي على سي ابسلون ماكسيموم، احنا عرفنا الابسلون ماكسيموم نعرف نجيبها ازاي من هوكس لو، احنا عارفين الابسلون يبقى خلاص دي احنا جبناها، الابسلون ماكس الابسلون اكس بتاعتنا عباره عن ماينس واي على سي، ومن هوكس لو عباره عن السيجما اكس عباره عن اي في ابسلون اكس، قيمه لو نعرف نجيب الاسترس عند نقطه لو عرفنا الاي بكام وقيمه الاسترين بكام نضربهم بعد نجيب الاسترس عند كل نقطه، فهنلاقي من العلاقه دي ان دي علاقه خطيه، هتتبقى عندنا ان ابسلون اكس عباره عن ماينس واي على سي سيجما ماكسيموم. وطبعا واضح ان شكل الاسترس بيبقى بالشكل ده كده، شكل الاسترس هيكون بالشكل ده،
كل النقاط اللي فوق النيوترال اكسس كلها عليها كومبريشن، واللي تحته عليه تنشن، وده عباره بنسميه لينير ديستريبيوشن. لينير ديستريبيوشن مش زي النورمال ستريس. النورمال ستريس كان بيدينا كونستانت ديستريبيوشن، كل النقاط على نفس القيمه، انما لا، هنا كل ما بتبعد عن النيوترال اكسس كل ما قيمه الستريس بتزيد. هنا نفس كل ما بتبعد عن قيمه عن النيوترال اكسس قيمه الستريس بتزيد في الاتجاه دوت ده، بس تحت بتبقى تنشن وفوق بتبقى كومبريشن. طبعا المعادله اللي عندنا دي اتعمل بطريقه رياضيه، قدر يوصل في الاخر ان وجد عندنا ان السيجما ماكسيمم، السيجما ماكسيمم ماكسيمم ستريس عندنا بتبقى طبعا موجوده على السطح اللي فوق، عباره عن قيمه المومنت اللي فينا في السي على الاي. طب مين الاي دوت؟ اللي هو جاوب المعادله عندنا حاجه اسمها مومنت اوف انرشيا، الاي يبقى سكشن مومنت اوف انرشيا، هنعرف نجيبه ازاي والمعادله بتاعته. والاس دي نقدر طبعا ننزل الاس تحت يبقى الاي على الاس، اللي هو بنسميه الاس. الاس عندنا اللي هو بنسميه سكشن مودولس، سكشن مودولس عندنا لاي كروس سكشن ايريا نقدر نجيب الاس بتاعته بكام. طيب في المعادله اللي عندنا دي هنعوض ان السيجما اكس اللي جبناها من فوق دي نعوضها بتساوي ماينس واي على سي اللي جبناها، المعادله اللي نعوضها فوق نلاقي ان السيجما اكس عباره عن ماينس واي ام في واي على الاي. يبقى احنا اللي عاوزين نجيب ماكسيموم ستريس وعارفين مسافه سي بكام وعارفين الاي بتاعنا كام، نقسم المومنت على الاس نجيب الماكسيموم ستريس اللي هو يبقى على السطح اللي فوق خالص ده، او على السطح اللي تحت على حسب سي الكبيره فوق او سي الصغيره الكبيره تحت على حسب شكل الكروس سكشن اريا بتاعتي. انما لو انا عاوز اجيب الاستريس في اي لحظه فالقانون بتاعي عباره عن سيجما اكس بيساوي ماينس ام في واي على الاي، يعني واي ده هو بعد النقطه عن النيوترال اكسيس، واي ده هو بعد النقطه عن النيوترال اكسيس عندنا. خلاص؟ طب ده طبعا بنفرض عندنا المومنت بالشكل ده كده، فبنقول ان ده بيؤكد ان العلاقه دي علاقه لينير، المومنت ثابت والاي ثابت والواي دي قيمه خطيه بعد يعني لينس يعني، فكل ما بعد عن هنا واي يزيد 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 لحد ما يوصل للماكسيمم عندنا هنا. وطبعا ده برضه عباره عن مومنت موجب بانه بيعمل كومبريشن فوق وتنشن تحت. طيب هو عاوز يدرس دلوقتي ازاي احكم على كروس سكشن اريا مين فيهم افضل من ناحيه تحمل ستريس. فدلوقتي فرض عندنا لو عندك اتنين كروس سكشن اريا زي ما انت شايفهم، ده الارتفاع بتاعه ب 200 وده العرض بتاعه ب 75 وده الطول الارتفاع بتاعه ب 150 وده 100، لو جينا نضرب الاثنين كاريا هنلاقي ان اريا الاثنين متساويه اللي عباره عن 200 في 75 او 100 في 150 يطلع الاثنين لهم نفس الاريا متساويه. فاحنا لو عاوزين نجيب توزيع الاستريس او الماكسيمم ستريس عليهم، القانون كان بيقول ان السيجما اكس بتساوي الام على الاس، عاوزين نعرف الاس لكل واحد فيهم بتساوي كام، وهي دي الفانكشن اللي بتقص اللي بتخلينا نحكم على كروس سكشن اريا يستحمل او لا. فقال لك ان الايز اللي احنا قلنا من شويه عباره عن السكشن مومنت اوف انرشيا، وطبعا السكشن مومنت اوف انرشيا كروس سكشن اريا المنتظمه اللي هي زي المستطيل المربع الدايره بتبقى حاجات بنجيبها من التيبل وبتتحفظ نعرفها بعد كده يعني موجوده في التيبل جاهزه يعني. فبنقول ان الاس بيساوي الاي على السي في حالتنا اللي عندنا دي، هنا مره السي ده هو يبقى فين السنتر ده اكيد في النص هنا وهنا. ففي الحاله الاولانيه دي هتلاقي ان السي عباره عن 100، في الحاله الثانيه هتلاقي ان السي عباره عن 75. هنكمل مع بعض. هو بيقول لك ايه فور ذا تو بيم اوف ذا سيم كروس سكشن اريا، طبعا الكروس سكشن اريا 150 في 100، ذا بيم ويز ا لارج كروس سكشن لارج سكشن مودولس اللي هو البيم اللي هيبقى له اس اكبر ويل هاف ا لوور ماكسيمم ستريس، يعني البيم اللي هيبقى له قيمه اس كبيره هيبقى عنده ستريس ماكسيمم ستريس عنده اقل. ليه؟ لان دي قيمه موجوده في المقام، معنى كده ان المومنت ده لو قسمته على حاجه كبيره بيدينا قيمه ستريس صغيره، وده حاجه احنا بنبقى محتاجينها نقلل الستريس قدر المستطاع. نكمل كده مع بعض. فبنقول هنجيب الاس، احنا عارفين الاس بتساوي الاي على السي، فالاس عندنا عباره عن مومنت اوف انرشيا بقى الكروس سكشن اريا عباره 1/11 بي في اتش ده كعيب، والسي عباره عن نص الاتش سواء هنا او هنا، فحطهم يبقى 1/12 بي. طبعا هنا البي هنا ب 75، البي هنا ب 100، الاتش هنا ب 200، الاتش هنا ب 150. خلاص فهو الراجل والسي هنا هتبقى ب 100 على 2 والسي هنا هتبقى ب 150 على 2، فعوض سابهم حطها كفانكشن في الاخر. يبقى المومنت السكشن مودولس بالنسبه لاي كروس سكشن عباره عن مستطيل عباره عن نص الاريا في اتش في الاتش بتاعه. طيب احنا واضح قوي ان الاتش هنا 200، الاتش ده 150، فواضح ان الاس بتاعه الشكل على اليمين اكبر من الاس بتاعه الشكل على الشمال، فدي هتبقى افضل. ونعوض كده مع بعض هنلاقي ان الاس في الاخر عباره عن 1 على 6 اي اتش اللي ايه في الاتش. خلاص كده؟ طب معنى كده ان اللي له اتش كبيره هو اللي له اس كبيره، فمعنى كده اللي له اس كبيره بيبقى عليه قيمه الماكسيمم ستريس بتبقى اقل من غيره. فبقول لك باي كومبيرنج تو بيم ويز ذا سيم كروس سكشن اريا ذا بيم ويز ذا لارج ديبس، البيم اللي له ارتفاع كبير والمور افكتيف ان ريزيستنج، يعني هيقاوم موضوع المومنت اكتر. ليه؟ لان يعني قيمه الاتش بتاعته كبيره فيبقى بيدي قيمه ستريس اقل بناء على المعادله اللي عندنا دي، لان المومنت
هنقسمه على كميه اس كبيره، فيدينا كميه الستريس، والماكسيم ستريس بتاعه على الدبس بتاعه كبير، هيبقى الاستريس عنده اقل من اللي هيبقى موجود هنا عندنا. خلاص يبقى دي عرفنا. وطبعا دي اشكال بقى الكروس سكشن اريا بتاعت الستيل ستراكشر عندنا موجود عندنا. الشكل ده بنسميه اس شيب لانه مش عريض، اللي هو يعني سميه سمول مثلا، يعني الفلانج بتاعته بتبقى مش طويله. ده بنسميه دبليو بيم اللي هو وايد فلانج شيب، وايد فلانج شيب. طبعا المسميات دي بستاندر بناخدها من الستاندر. وطبعا لو انتم شايفين ان دايما الستيل ستراكشر بتاعتنا بناخده اللي التصميم بتاعه كديزاينر بنحطه في الشكل اللي يدينا ديبس عالي، يعني معنى كده ان التحميل بتاعنا هيبقى دايما راسي كده في او المومنت بتاعنا هيبقى بيأثر على السطح اللي تحت والسطح اللي فوق عشان يستفيد من الدبس بتاعه ده بشكل يعني ما مش مقلوب، يعني زاويه 90 درجه. لا هو الشكل الافضل بالنسبه للستيل ستراكشر يكون بالشكل الراسي دوت عشان قيمه الاتش بتاعته تكون كبيره في الاتجاه الراسي دوت. طبعا دي بعض الاستاندر عندنا، ده شكل من الاستاندر الموجود عندنا. الاستاندر بقى اللي هو موجود، لان الستيل ستراكشر دي حاجات متصنعه وجاهزه، فلازم يبقى احنا عارفين قيمه الاس بتاعها وكام، والمونتوفينش بتاعها بكام، مش احنا نحسبه بنفسنا. فهنشوف كده دي صفحه من صفحات الاستاندر اللي هي بالنسبه للاس شيب عندنا، فبنبص لها ونقرا من عليها البيانات بتاعتها. فواضح ان اول شكل عندنا اللي هو الاس شيب ده، اول حاجه بتدينا ايه المجموعه دي، ولما يقول لك اس 610 في 180، بعد كده يقول لك الاريا، يبقى الكروس سكشن اريا بكام، الدبس بتاعك اللي هو الدي بكام، الويتس بتاعك البي في ات بي في اف ده، بعد كده التي اف اللي هو عرض الفلانجه اللي هو ده عرض الفلانجه اللي فوق، والتي دبليو عرض الويب بتاعك بكام، وبعد كده الاي اكس بكام، والاس اكس بكام. وطبعا كل رقم من دول لو من هنا لو تجيب الاي اكس بالرقم ده تضربه بعد ما تطلعه، يعني عشان تاخد الاي اكس هنا يبقى عباره عن 1320 في 10 اس 6 ملي متر اس 4. نفس الكلام لو بتجيب الاس يبقى 4230 في 10 اس 3 وهكذا. وبعد كده ده حاجه اسمها ريدس اوف جيريشن وهنعرفه بعدين وهكذا. ده بالنسبه لو انت عامل مومنت اوف انرشيا حوالين محور اكس، او المومنت اوف انرشيا حوالين محور واي، وهتحتاج الاكس او الواي بناء على المومنت بتاعك موجود فين، في المستوى اكس واي، ولا موجود في المستوى اكس زد وهكذا. يعني القصد يعني نبدا مع بعض كده نقرا مع بعض كده. فاول حاجه المجموعه اللي عندنا البيضه دي، فبقول لك ان اس 610 في 180. الرقم الاولاني ده كلمه اس يعني سمول، بنسميها سمول شيب، بنسميها اس شيب او السمول شيب يعني بالنسبه للاس في الاي اي سيكشن اللي عندنا دي. فال 610 دي الرقم دي بنسميها النومينال ديبس، النومينال ديبس عندنا اللي هي بتبقى بتعبر عن المجموعه دي، هتلاقي كلها بتبقى في الرينج بتاع ال 610. انا عاوز اقول لك دي المجموعه بتاعه الايه اللي حوالين ال 610، بتلاقي ب 610 و 610 لحد 622، انما ده الاكشوال ديبس الحقيقي، ده الاكشوال ديبس الحقيقي، انما دي المجموعه بتاعته، يعني دي الارقام دي تشمل المجموعه دي. خلاص كده. طب الرقم الثاني، الرقم الثاني بيقول لك ان لو نيجي نقول هو ان ذا امريكان ستاندرد بيم از ديزاين باي ذا ليتر اس فولو باي ذا نومينال ديبس، الكتابه بتاعته الكود بتاعه اول حاجه الليتر اس ده بنكتبه، والنومينال ديبس بعد كده المجموعه بتاعته الديبس بتاعه المليمتر، يبقى ال 610 دي بالمليمتر. فعلا كل الارقام دي بالمليمتر موجوده عندنا اهي. اند اهم حاجه بقى بالنسبه لنا ذا ماس ان كيلوجرام بير متر، الرقم اللي بيبقى فيه ده ال 180 ده عباره عن كيلوجرام بير متر. يعني عاوز اقول لك ان لو انت خدت الكود ده، لو انت اشتريت ستيل ستراكشر من النوع النوعيه دي اللي هي 610 في 180، عاوز اقول لك ان طول المتر الواحد عباره بيوزن 180 كيلوجرام، بيوزن 180 كيلوجرام. طب لو خدت واحد عباره عن 600 اس 510، عاوز اقول لك ان النوم الديبس بتاعه 5610، انما طول المتر الواحد منه 143 كيلو جرام، 143 كيلو جرام. خلاص يبقى احنا كده كده عرفنا كل الرموز اللي موجوده عندنا في التيبل اللي عندنا، كل رمز بيعبر عن ايه. طبعا ده مهم جدا الرقم ده نعرفه، ده واحده من حل المسائل ومدى اهميته عندنا في حل المسائل. خلاص كده يا شباب. طيب يبقى احنا خلاص كده. وطبعا ده اي تيبل له نفس الهيدر ده موجود عندنا فنفس المواصفات اللي موجوده عندنا. طيب انا بنقول يعني بفرض ان انا لو عندي كروس سكشن اريا دوت وفي مومنت عندنا في المستوى اللي اسمه اكس واي بأثر عليه، فده شكل الاستريس عندنا. لو افترضنا ان دي مساله عندنا شكل الاستريس، كل النقاط اللي فوق على ستريس عالي جدا يبدا يقل لحد ما يوصل عند نوتر اكسيز اللي هو عند السنترود هنا، ولان ده كله فوق كومبريشن، بعدين يبدا تاني يبقى تنشن لو ده في حاله ان المومنت بتاعنا موجب بالشكل ده، لانه بيعمل كومبريشن فوق وتنشن تحت، وده نيوترال طبعا اكسيز عندنا. خلاص. وده في الحاله دي اللي احنا شغالين عليها هناخد مين بقى، اللي هو معدل السيجما الاستريس اللي هو الام في واي على الاي. في الشكل اللي عندنا ده المومنت اللي عندنا هناخد الاستريس عندنا هناخد الاي اكس اكس، يعني في الحاله اللي عندنا بتاعت المومنت دي
هنلاقي ان اكس اكس هو بيوازي الخط ده، الاكس اكس بيوازي الخط ده، يبقى احنا هناخد الاي اي اكس اكس هو ده القيمه اللي هناخدها في معادله الاستريس اللي عندنا ده في حاله الشكل اللي عندنا ده وما وده. فخلاص بس في الشكل لو احنا دي محاور بتاعتنا بقى ده اكس وده واي وده زد، فاكس اكس هنا يقابل زد زد، اكس اكس هنا شباب يبقى المسميات ما تفرقش معاك، لازم تبقى بتقرا الكروس سكشن اريا مين اللي بيحصل له انحناء، مين الكروس سكشن اريا اللي بيحصل له انحناء. فانت هنا لو على الشكل ده لو دي لو ده المحاور دي المحاور بتاعت الكروس سكشن اريا هنا، فالمفروض ده على الرسمه كنا نسميه زد زد، يبقى نسميه زد زد. فما بتفرقش بس عاوزين نبقى الناس فاهمه احنا بنشتغل ازاي. طيب وبالنسبه هنا واي واي هو فعلا واي 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 خلاص. طيب بنقول بقى deformation in the transverse cross section area لما بنقول ان حصل deformation للبيم بتاعنا وعمل radius of curvature بالشكل ده كده. فاحنا جبنا من شويه ان radius of curvature بيساوي epsilon maximum على c، منها وصلنا لو عوضنا بسيجما maximum بكام طلعنا ان الواحد على رو بيساوي الام على الاي اي، ده القانون لازم نحفظه. يبقى الواحد على radius of curvature بيساوي المومنت اللي بيأثر على الاي في الاي، على الاي في الاي، يبقى ده radius of curvature اللي احنا لو احنا عاوزين نجيب قيمه radius of curvature بتاعت الديفورميشن اللي حصل في البيم اللي عندنا. طبعا نقدر نجيب كمان الديفورميشن اللي حصل طبعا نتيجه ان حصل له انحناء دوت، فالجزء اللي تحت ده كان بيحصل له تنشن فحصل له انكماش من الاجناب، وده حصل له استطاله من الاجناب، فنقدر نجيب ديفورميشن كيرفيشر اللي هو الرو داش بيساوي 1 على رو داش بيساوي نيو على رو، بس ده مش مهم ولا مش محل اهتمام عندنا. نروح على الاكزامبل اللي عندنا دوت، بيقول لك ايه بقى؟ كاست ايرون ماشين بارت از اكت اب اون باي 3 كيلو نيوتن متر كابل. يعني في عندنا كروس سكشن اللي عندنا دوت، وطبعا مهم قوي نفهم ازاي بنقرا الكابل ده، ازاي بنقرا الكابل ده يا جماعه. السهم الغليظ دوت هو عباره عن سهم في اتجاه الابهام بتاع قاعده اليد اليمنى، سهم في اتجاه الابهام، والمومنت دوت دي بقيه الاصابع الاربع اصابع بتوعي. فانا لو جيت او اطبق امسك بايدي السهم دوت هلاقي ان الابهام بتاعي لازم يبقى صباع الابهام في اتجاه السهم اللي عندنا اللي هو يبقى هنا، وصابع ايدي ماشي مع الكوس دوت. فتلاقي ان اكنك مثلا لو جيت بتبص من الناحيه دي كده اكن في مومنت عندنا بيلف، ازاي بقى؟ بيلف مع قارب الساعه، اكنه مومنت بيلف مع قارب. لو جيت تمسك بيدك ايدك كده بحيث الابهام يبقى في الاتجاه دوت وصابع ايدك مع الاتجاه ده، تلاقي اكنك في بيم بيأثر على الكروس سكشن ايه دوت في اتجاه مع عقارب الساعه. يعني ممكن نسميه دلوقتي نعرف ان هو ده عباره عن مومنت سالب، لانه هيعمل على السطح اللي فوق تنشن وعلى السطح اللي فوق كوميرشن. يبقى ازاي بنقرا؟ احنا اتعلمنا اهو. طيب وبيقول لك بقى مواصفات الكروس سكشن ايريا بتاعنا عباره عن 90 في 20 وده 40. طيب بيقول لك يبقى طيب والنوينج ذات الاي بتاعتنا 165 جيجا باسكال نجلكتنج ذا افكت اوف ذا فيلت، يعني بيقول لك ما تاخدش في الاعتبار الفيلت دوت. ديترماين ذا ماكسيمم تنسايل اند كومبرسيف ستريس ذا ريدوس اوف كيرفيتشر، يعني عاوز الروب كام وعاوز السيجما تنشن بكام والسيجما كومبرشن بكام. لما يجي لنا مساله زي دي ده طبعا الكروس سكشن ايريا مش منتظم، فلازم نعرف ازاي نجيب السنتوريد بتاعه ونحدده عشان نعرف بعد كده ازاي نجيب الاي وهكذا، وعشان نعرف بعد السطح اللي فوق ده عن السنتوريد بكام وبعد السطح اللي فوق ده عن السنتوريد بكام، عشان بعد كده نشوف نعرف. وزي ما قلنا اتفقنا ان هي صل هنا على السطح اللي فوق تنشن والسطح اللي فوق كومبريشن، لان اللي تحت اهو السهم دوت بيبص بيضغط هنا والديل بيشد البتاع اللي فوق الموجود السطح اللي فوق. طيب بقول لك خطوات الحل اهوت بقى. بقول لك اول حاجه بيزد اون ذا كروس سكشن جيومتري كالكوليت ذا لوكيشن اوف ذا سكشن سنترويد اند ذا مومنت اوف انرجي، اول حاجه لازم نعرف السنترويد بتاع الاريا دي فين، وبعد كده نحدد المومنت اوف انرجي ده يا جماعه. قانون المومنت اوف انرجي المفروض نبقى عارفينه من الاستاتيك اللي هو الاي اكس داش، هنشوف الاكس داش نجيبه فين، هو الاي اكس الاي الاصلي المومنت اوف انرجي حوالين السنترويد اللي بيمر بكل اريا زائد الاريا في بعد السنترويد بتاع الاريا عن بعد السنترويد بتاع الشكل ككل، هنشوف التفاصيل دي كلها واحنا ماشيين. طيب وبعد كده عشان نجيب الستريس ابلاينج ذا الاستيك فليكتشر فورمولا تو فايند ذا ماكسيمم تنسايل اند كومبرسيف ستريس، هنطبق القانون ده اللي هو السيجما ماكسيمم لام في السي على الاي. طبعا هيبقى عندنا في الحالتين بالنسبه للتنشن هيبقى في قيمه للسي، وبالنسبه للكومبرشن هيبقى في قيمه ثانيه هنشوفها مع بعض ونعرفها. طيب وبعد كده من المعادله بتاعتنا نكالكوليت ذا ريدوس كيرفيتشر اللي هو 1 على رو بيساوي الام على الاي في الاي. طيب اول خطوه هنحط الاريا بتاعتنا، لما تكون الاريا بتاعتنا مش منتظمه ما هياش مستطيل ما هياش دايره مش حاجات محفوظه، فلازم نعرف ازاي نجيب الكروس سكشن. بيقول لك بيزد اون ذا كروس سكشن جيومتري كالكوليت ذا لوكيشن اوف ذا سكشن سنترويد اند ذا مومنت اوف انرجي، اول حاجه لما جينا لازم نقسمها الى اريا منتظمه احنا عارفين هي مستطيل يا مربع او داير. فنبص كده مع بعض، اول حاجه هنيجي الخط الافق دوت فقسمناها المستطيل فوق، يبقى في عندنا اريا فوق فعندنا اريا تحت، الاريا اللي فوق دي وفي واضح ان الشكل ده متماثل فنحط له، يبقى انا واثق ان السنترويد بتاعه هيبقى موجود على الخط الازرق دوت خاص، لان النص اليمين هو النص الشمال. طب الاريا اللي فوق او الاريا بتاعتنا عباره عن 20 في 90 والاريا تحت عباره عن 40 في 30،
طب السنترول بتاع الايريا دي لازم نحط بقى ان احنا من دلوقتي لازم نقول ان الاكسيس بتاعنا هنقول هو الراس دوت مع واحد بيمر عند الافق ده، يعني لازم نحدد. هنحدده ازاي؟ براحتك بالشكل اللي انت ما تحاول ما يلخبطكش، بس احنا متاح ليك تحدده براحتك، بس لازم نعرف نقطه السنترويد. كلنا هنطلع مهما خدنا من محاور في الاخر هنطلع نقطه السنترويد واحده بس. فنشوف مع بعض كده. فالراجل عامل لك التيبل دوت، قال لك اهو لما اقسم الاريا بتاعتك الاريا رقم واحد عباره عن الاريا عباره عن 20 في 90 صح، الاريا رقم 2 عباره عن 40 في 30 صح اهي. طب السنترويد بتاع لو انا اتفقت دي نقطه الاصل هي نقطه او نقطه الاصل، رايكم البعد اللي اسمه واي بالنسبه للاريا رقم واحد هو عباره عن 40 زائد نص ال 20 سي، هنا هتبقى هنا كده عباره عن 50، يبقى فعلا الواي داش بالنسبه للاريا رقم واحد ب 50. طب الاريا رقم 2 الواي داش اكيد هو نص ال 40 اهو، واي داش واي 2 داش ب 20 خلاص. طيب القانون بتاعنا لو انتوا فاكرين كان بيساوي الواي داش في الايه ضرب كل الاريا في الواي داش بتاعها، يبقى ال 1800 في 50 طلعت بالرقم بالرقم ده، وال 1200 في 20 طلعت بالرقم ده، وصمشن المومنت جمع المومنت المومنت الاريا اللي جمع كل الاريا اللي موجوده عنده طلعت ب 3000، جمع كل الواي داش في الاي على ده طلع بالرقم اللي عندنا دوت، والقانون عندنا اهوت بيساوي صمشن ده، يعني هياخد الرقم ده يقسمه على ده يطلع الواي داش. طب مين بقى الواي داش ده؟ الواي داش ده بتاع السنترود للاريا ككل، فطلعه ب 38، يعني يبعد من عند النقطه من هنا. احنا كنا دايما خدنا السنترويد بتاع الاير رقم 1 و2 من عند النقطه اللي هنا دي من اول النقطه دي، فيبقى الواي داش هنعده من اول النقطه دي. فبدا يقول لك اهو ان الواي داش طلع عندنا ب 38، يبقى الواي داش هيطلع كده قبل الخط الفاصل دوت بشويه، لان ده على بعد 40، يبقى الواي داش على بعد 38 يبقى تحته ب 2 مللي بشويه. يبقى ده يا جماعه السي ده السنترويد بتاع الاريا ككل، ده السنترويد بتاع الاريا ككل. طيب طب السنترويد بتاع الاريا ككل دوت يبعد عن السنترويد بتاع الاريا الاولاني بكام؟ نقدر نحسبه ان كان الاولاني ب 50 وده ب 38 يبقى بعد يبعد عن هنا ب 12. طب السنترول بتاع الاريا ككل يبعد عن السنترول بتاع الاريا رقم 2 بكام؟ اللي هو السنترول بتاع الاريا رقم 2 كان عباره عن 20 وده 38 يبقى 18. يبقى ده مهم لان هو ده الدي اللي كان في القانون من شويه لما نجيب المومنت اوف انرشا بتاع الاريا رقم 2، وده هيبقى الدي بتاع الاريا رقم 1 اللي هو هيبقى واحد منهم، ده اللي تحت ده هيبقى ب 18 واللي فوق دوت هيبقى ب 12. هيبقى ب 12. يبقى احنا حاليا دلوقتي قدرنا نجيب قيمة الواي داش بتاعتنا تاني اهوت قبل ما نوصل لدوت، يبقى جبنا الواي داش للشكل ككل. طيب نقول ليه بنقول الكلام ده كله؟ لان احنا النهارده في معادلة المومنت اوف انرشا دلوقتي الاكس داش ده هو عبارة عن الاكسيس دوت للشكل ككل، لان الاريا دي لها اكس هنا والاريا دي كان لها اكس هنا، احنا بنتكلم على الاكس داش بتاع الشكل ككل. فاحنا لازم نعرف نجيب قيمة الدي لكل واحد، يعني الاريا دي مومنت اوف انرشيا بتاعها عباره عن 1 على 12 بي في الاتش تكعيب زائد الاريا في الدي سكوير. طيب احنا عندنا كام اريا دلوقتي؟ عندنا 2 اريا. الاريا رقم 1 اللي هو ده، الاريا رقم 1 1 على 12 في البعد دوت 90 هو ده البي بتاعنا، والاتش بتاعها ب 20 تكعيب مش بس. وبعد المسافه من النقطه دي للنقطه دي بكام؟ اللي احنا اتفقنا عليها من شويه هي عباره عن 38 ناقص 50 ب 12 تربيع، ودايما الاشاره دي موجبه، دايما سواء الاريا فوق او تحت دايما الاشاره دي موجبه. طب الاريا رقم 2 عباره عن 1 على 12 30، 30 اللي هو العرض الصغير دوت في دايما البعد الكبير دوت اللي هو 40 تكعيب، 40 تكعيب زائد الاريا نفسها في البعد التربيع اللي هو عباره عن 38 ناقص 20 طلع عندنا ب 18 تربيع، يبقى ده جبنا المومنت اوف انرشيا بتاع الشكل ككل اللي هنقدر نشتغل بيه. خلاص يبقى احنا كده يا جماعه جبنا اهو المسافه دي طلعت ب 12 والمسافه دي طلعت ب 18، جبناها منين؟ 38 ناقص 50 تطلع ب 12، 38 ناقص 20 تطلع ب 18، وده من ده قيمه الدي 1 ودي اسمها الدي 2، نقدر نسميها دي 1 ودي اسمها دي 2. بعد السنترول بتاع الاريا رقم 1 عن السنترول بتاع الشكل ككل، وده بعد السنترول بتاع الاريا رقم 2 عن الشكل عن السنترول بتاع الشكل ككل. خلاص جبنا المعادله دي، نقدر دلوقتي نعوض. واحنا خلاص عرفنا النقط اللي موجوده على السطح اللي فوق تبعد عن السنترويد ب 22، والنقط اللي موجوده على السطح السفلي تبعد ب 38، فنقدر نقول نعوض عندنا. واضح كده ان الجريد اوف كيرفيشر بتاعنا الكوز بتاعنا هيبقى السنترويد بتاعه تحت، لان هيحصل له انحناء لاسفل، لان المومنت بتاعنا عباره عن مومنت سالب بيعمل كومبريشن على السطح السفلي وتنشن على السطح العلوي، فالجريد اوف كيرفيشر هيبقى المركز بتاعه تحت مش فوق عشان المومنت ما عندنا معكوس. طيب
هنقول المومنت عند نقطة ايه، لازم نعرف نقطة ايه تبعد بقى عن نقطة سي بكام. ان كانت دي يبقى دي ب 22، خلاص جبناها. يبقى السيجما ايه عبارة عن تنشن، عبارة عن المومنت في السي ايه اهوت على الاي. طيب وبعد كده نطلع ان ده قيمة موجبة لانه تنشن، وهنا المومنت عند نقطة بي هيبقى بسالب الام لان المومنت بتاعنا سالب في السي بي بتاعتنا بالسالب انه كونفرشن تحت. طب النقطة بي تبعد كام عن سي؟ ب 32. جبنا المومنت عند نقطة سي وسالب يعني كومبريشن. بعد كده ريت اوف كيرفيشر نقدر نجيب 1 على الرو بيساوي الام على الاي في الاي. خلاص جبنا الار بتاعنا بكام، يبقى 47.7 متر. وكده ان شاء الله نكون احنا انتهينا من الجزء الاول في شابتر 4، وان شاء الله نشوفكم في الجزء الثاني. وفي النهايه نسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.